ضروري ضروري يكون في حوار مع المساحة للجميع إنه يكون موجود، وهذا بيتطلب إعادة يعني إعادة بناء التركيبة الداخلية والبنيوية لمنظمة التحرير وكثير المؤسسات. كثير مهم إنه نحن فعليا نعطي أو نحقق الديمقراطية الحقيقية داخل أطرنا السياسية وداخل مؤسساتنا، لحتى نقدر نقول إنه والله نحن كتكتل عم نقدر نسعى على التغيير. لما إحنا بنعطي المساحة الحقيقية للمرأة بإنها تمثل نفسها، بإنها تكون جزء نخبوي، بإنها تكون قادرة إن هي تعلي صوتها وتعبر عن حاجاتها ومعاناتها، وقادرة إن هي تضع الحلول من خلال عملية ديمقراطية حقيقية، مش بس أنا بقول إنه بحط قوانين وبقول والله أنا عندي ديمقراطية أو أنا والله بعمل انتخابات، بس لا، ضروري نشوف كيف هي عم بتتم الانتخابات. هل فعلا المرأة راضية عنها؟ هل هاي فعلا الممارسة بتمثل المرأة فعليا، أو هي شكليات وإحنا بنتغنى فيها يعني قدام العالم أو قدام أنفسنا بالشكل الخارجي؟ فلا، نحن بدنا نعيد النظر بهاي العملية الديمقراطية كيف عم بتكون. بدي أختم إنه صحيح العقبات كتيرة على المرأة الفلسطينية وتبعات الاحتلال عليها وعلى الطفل هي عم بتكون أثرها أكتر وأكبر، إلا إنه المرأة الفلسطينية قادرة في كل مرحلة إن هي تكون قائد، إن هي تكون صانع الحاضر، إن هي تكون صانعة للحرية وللتحرر الفكري وللتحرر الوطني. وهذا ما تثبته دائما وأبدا مبادرات المرأة الفلسطينية في كل مجال.